حنا جينا اليوم لهاد الوقفه الوهميه، جينا غير تنديد لهاد السياسه ديال هاد المكتب هذا، السياسه اللي غريبه اللي لا علاقه بالتسيير لا ديال شركه لا ديال كره القدم لا والو. الرجاء من الفرق العريقه في المغرب هنايا شادينها ناس ما نكذبش عليك، لا علاقه، كيهضر معاهم الجمهور كاملين بطرق سلميه. الله يخليكم، سيروا في حالكم، خليوا الفرصه لواحد اخر، هما غاديين وكيدوزوا لبعضياتهم. الرجاء كلات العصا بزاف من عدد الناس، ماشي من عند الخصوم ديالنا، الرجاء اللي في العهد ديال هاد الناس ولات كتخسر مع فرق ديال الهوات، فرق يلاه جايين من الهوات. الرجاء اللي ولاو كيضحكوا علينا مؤخرا، حتى الترويج الاكاديمي عندهم راهم محترفين فيه مؤخرا، تيقول لك حقا الرجاء منوعه من الانتدابات شويه. بما اننا كنتفاجئوا كيقول لك غادي يجي لواحد لاعب سابق للوداد، لعيب لاعب غير اخلاقي، بعدا ما عندوش الاخلاق، قال لك غادي يجيبوه. واش ما بقاش في ديك الساعه حق الرجاء منوعه من الانتدابات؟ الرجاء باعت مالونغو، باعت الرحيمي، تيقول لك الازمه واحد المنخرط بلا ما نذكر الاسم ديالو قال لهم حق راه فلوس مالونغو مشاو، قال لهم بغا يصبروا على اللعابه، تنخلح حتى اللعابه دايرين اضراب، اللعابه راه باز لهم طابو، كيتسبوا لهم والديهم، كيتعايروا، كيخرجوا عليهم اكاذيب. كما كنقول لك اخويا، كما قلت للزميل ديالك، هاد الناس خصهم يمشيو في حالهم، ما بغينا احنا الانتدابات لا بطولات لا القاب، بغينا الرجاء تنقى هو الاول من مسؤولين ومن بعد اشباه المنخرطين اللي متواطئين في هاد الشيء. راه ولينا كنشوفوا الصبهريات بالعلالي، شي منخرطين راه كانوا ممحيين على الوجود، ولو كيتعنقروا ولا السيجار ولا فهمتي، اينما تسكتوا اينما نطيبوا. هاد الناس هادو راه تاريخهم راه معروف، وتحديناهم يجبدوا لنا هاد التصويره وحده بتونيت الرجاء، تصويره وحده ولا مصوره هادي زمن هنا، شي تصويره هنايا ما عندهمش. الناس جات كدير فلوس، دارت تاريخ، دارت سميه، ولو معروفين في كازا، راه عيب. راه حنا كجمهور ما خصناش نورمالمون نهضروا، هاد المسؤوليه ما دام انت مسؤول خصكون عارف علاش جيت تشد هاد الفرقه هادي، مسؤول راك عارف خصك تقوم بالفرقه ديالك، تجيب انتدابات، دير بزاف د الحوايج، باش تجلس تبقى تكذب علينا ما كايناش فلوس. الرجاء عنده الرجاء ازمه، عندها ازمه، سير في حالك اخويا، سير بعد من الله يرحم لك الوالدين. وهاد المسؤوليه كيتحملوا المسؤوليه الكامله، الا كان الشغب راه هما اللي كيتحملوا المسؤوليه، الا بداو الناس كتضارب بحال هكا الوقفات الوهميه ماشي مرخصه، كيجي بنادم راه المسؤولين كيتحملوا المسؤوليه. كنتمنى السلطات وكنتمنى من سيدنا يتدخل في هاد الفرقه هادي اللي هزت الراي ديال المغرب شحال من منافسه. هادي راه هي المرايد لا ديال الجاليه لا ديال الناس اللي في البلاد. كنتمنى من سيدنا يدخل. واحد الكلمه اللي كنتسناو فيها باقي ما طبقاتش، هي ربط المسؤوليه بمحاسبه. هاد المحاسبه هادي دايره ضجه كبيره، المحاسبه في هاد الوازيس هذا، المحاسبه راه هي اللي ناقصه. راه شي حوايج كيطراو راه غريبين بزاف وقانونيا ممنوعين، كيفاش حنا اللي جمهور عادي عارفين وناس مسؤولين ما عارفينش هاد القضيه؟ راه لا اله الا الله محمد رسول الله. انا خويا جينا لهاد الوقفه هادي باش نعبروا على الغضب ديالنا من الاتجاه ديال هاد المكتب هذا، اللي بزاف د الحوايج ولا كيبان لنا الغموض. اللي جا بغى يترشح، اللي جا يعني اللعابه كنشوفوا اضرابات، لعابه يعني اللي ضحاو مع الفرقه، وحتى شي واحد ما اعترف بالجميل ديالهم. راه ما يمكنش غتجيب شي واحد تخدمه عندك وما تخلصوش، يعني راه خاص الناس يعني كل عامل له اجره. هاد الناس هادو راه ما خداميش، يعني مادام ما كيتخلصوا لا لعابه، ما درتي لنا انتدابات، بعثوا لنا الركائز، وفي 15 في الشهر الجاي يعني غتكون اللائحه ديال 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 عصبه الابطال. يعني حنا باش غنلعبوا العام الجاي؟ حنا راه فريق كبير، حنا راه من 99 ما ديناش هاد الشامبيونز ليغ، حنا راه ماشي كننشطوا، غتجي شي فرقه عاوتاني ونخسروا في الدور الاول، يعني حيت ما عندناش اللعابه. يعني الا خدمتي ودرتي اللي عليك، يعني الا حرضتي شي حاجه راه في الاخر كتحصدها. حنا راه ما كيبانش لنا الحرص، يعني حتى الشتا ما صاباش مع هاد المكتب هذا، والله ما صاباش الشتا. يعني خاص هاد المكتب يمشي في حاله، وهاد الناس اللي كيترشحوا راه حشومه، بحال هذاك انيس محفوظ باغي يترشح ماشي حشومه، وهذاك الناطق الرسمي باغي يترشح ماشي حشومه، هذاك وهبي. والله خويا هادشي راه ما خدامش، ولينا كنشوفوا حنا دابا ولينا كنخليو الشغالات ديالنا الخدمه ديالنا، وجينا ومخدمين معنا هاد البوليس كاملين، هما جايين على حسابنا حنا باش يحضيونا حنا، حنا عملنا حنا مجرمين؟ لا، راه كنجيو كنشجعوا واحد الفرقه سميتها الرجاء، يعني خصنا نمشيو نشجعوا الرجاء لا غير. ما كنعرفوش حنا هادشي ديال الوقفات ولا هادشي، كنعرفوا غنبقاو تابعينه. راه حشومه هادشي، انا بعدا كيبان لي هاد المكتب خاص يقدم الاستقاله ديالو قبل داك التاريخ اللي عطاونا هما، قبل يتلعب، يعني هما مريحين حتى يتلعب كاس العرب وغيمشيو بحالهم، وباش غيلعبوا هاد كاس العرب؟ ما درتي لا انتدابات مستوى لا والو، يعني الفرقه كامله باقا ما
ما واقفه على حتى شي حاجه، ما بان لنا الاساس ما كاينش. الوضع الحالي ديال فريق الرجاء البيضاوي لا يبشر بالخير، فالفريق فهو بحاجه ماسه لانتدابات قويه ووازنه. كنشوفوا حاليا هاد المشاكل اللي كيعاني منها الفريق، فالسبب الاول كيتحملوا المنخرطين وحتى المكتب، لان الاموال الطائله اللي كتدخل فريق الرجاء وكل موسم كان نفس الاسطوانه ديال الازمه، وهي اللي فين الازمه اصلا ما كايناش، الازمه هما اللي داروها.